السنة الثالثة ابتدائي عندنا 4 مشاريع، مشروع المدرسة ومشروع العائلة ومشروع المزرعة مشروع الحيوانات ومشروع المزرعة على كومباني في المزرعة. نتكلم قليلا عن هذه الصفحة ثم نتكلم كثيرا عندما ننهي الكتاب، نتكلم عن بعض الأمور. Nous allons réaliser les magies du fruit. Les magies du fruit معناها صور الفواكه. هنايا كاين أشغال جانبية. Dire l'heure. تقول الساعة. Nommer quelques moyens de transport. تسمي بعض وسائل النقل. وهناك هنايا الاسم المؤنث والاسم المذكر، هذه أشغال في القواعد، لورتوغراف الجرامر، الكونجيزون ليكسيك، كونجيزون غرامر، لورتوغراف لورتوغراف القواعد والنحو والصرف، مثل العربية، تشبه العربية. في العربية عندما تقرأ نص يقول لك مثلا هذه منصوبة، هذه التاء مفتوحة، هذه التاء مربوطة. الكلام هذا في العربية يسموه النحو والصرف والإملاء. كذلك في الفرنسية هناك عمل مشابه. Je vais à la campagne. À la campagne أذهب إلى المزرعة. تسمي بعض الأمور. Fabriquons un imagier des feuilles d'arbres et des plantes. تصنع أشغال يدوية ونشاطات يدوية. فيتي لا جورني دو لاربغ، إحياء يوم الشجرة. ديغ لا دات إليو دو لا سيليبراسيون دو لا جورني، تقول التاريخ ومكان إحياء هذه الذكرى. Annoncer le thème de la journée. تقوم بذكر عنوان هذا اليوم، شعار هذا اليوم. كما تتكلم عن طريقة الإملاء وتشكيل الحروف وكيف تقرأ مقاطع صوتية جديدة. إذن عندما نقول فرنسية ما هو القصد في الفرنسية، وعندما أقول عربية ما هو القصد، ما هو الاختلاف بين الفرنسية وبين العربية؟ في العربية هناك حرف الضاد. هذا حرف الضاد لا يقابله حرف آخر في الفرنسية. مثلا نختار كلمة فيها حرف الضاد، رضا. رضا اسم فيه حرف الضاد. بالفرنسية لا نقول رضا، الضاد غير موجود في الفرنسية، نقول رضا. كذلك في الفرنسية هناك حروف. إذا نتفق على شيء، أن هناك حروف في العربية لا توجد في الفرنسية، لا توجد في الفرنسية. نفس الشيء، هناك حروف في الفرنسية لا توجد في العربية، لا نستطيع أن نجدها في العربية. نختار مثلا كلمة. Le féminin de nom, le complément du de ton. مثلا دو هذه، مثلا نحب نخير كلمة دو، حرف هذا دو ولا دو، مثلا اختار دو هكذا دو. هذا الصوت في الفرنسية لا يوجد في العربية. دو في العربية عندنا حرف الدال، الدال فيها الفتحة والكسرة والرفعة والتنوين، ولكن لا يوجد تشكيل بالعربية يقابل لأخرج هذا الصوت بالعربية. إذن دو هذه خاصة بالفرنسية فقط. إذن ما معنى الفرنسية وما معنى العربية؟ هي أصوات. وهنا تتعلم لفونيتيك والفونيغرافي. الفونيتيك والفونيغرافي كيف تصنع
مقاطع الأصوات هذه، هناك أصوات جديدة ستقولها بالفرنسية. أنت كناطق لغتك الأولى هي العربية، اللغة الثانية هي الفرنسية، كيف ستنطق وكيف ستكون أصوات جديدة؟ سيكون عليك تدريب حنجرتك وحبال صوتك على مقاطع صوتية جديدة. هذه المقاطع الصوتية نكتبها بالفرنسية بحرفين أو بثلاث أحرف أو بأربع أحرف أو أكثر أو خمس أحرف، وهذه المقاطع الصوتية ستتدرب عليها. إذن هذه أشغال جانبية على المحور في المزرعة. إذن نواصل نتعلم الحياة في المزرعة، وكذلك نواصل الكلام عن اللغة الفرنسية من نحو وصرف وقواعد، ونتعلم تركيب أصوات جديدة. هذا ما أردت قوله في هذه الصفحة. هذا الكلام المختصر سيكون مفصلا عندما أنتهي من الكتاب. عندما أنتهي من الكتاب سأرجع إلى هذه الصفحة وأتكلم عن بقية المعلومات الموجودة في هذه الصفحة.